بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ها نحن يدور الفلك دورته ويتم البدر رحلته، ونعيش سويا هلال شهر رمضان الذي يأتي على الدنيا فيملأ القلوب سعادة وفرحة بهذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر الرحمات، شهر المغفرة. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا مع استقبال هذا الشهر الكريم بقلوب تملأها الفرحة، هيا معا إلى خير الكلم، إلى هذه التلاوة المباركة في ليلة رمضانية على موقع وزارة الأوقاف. هيا معا نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته مع القارئ الشيخ هاني الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا في هذه الليلة المباركة من هذه الليالي في شهر رمضان الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هيا معا إلى حديث الصيام، إلى حديث هذه الليالي المباركات مع الشيخ أحمد الغنام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. العشر الوسطى من شهر رمضان، عنوان ربما قل أن يستمع إليه كثير من الناس. فما العشر الوسطى؟ العشر الوسطى هي منتصف شهر رمضان، وهذا الشهر العظيم ينشط الناس في العبادة في أوله وينشطون في آخره، وربما يصيبهم الفتور في منتصفه. ونحن الآن بصدد الحديث عن بعض الأشياء التي من خلالها نعالج هذا الفتور. فأول شيء يستطيع الإنسان أن يعالج الفتور في الطاعة فيه هو مراقبة الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا ما كان الإنسان مراقبا لربه تبارك وتعالى في كل عباداته وفي كل حركاته وسكناته، فإن الفتور لن يجد إليه طريقا، لأنه يعلم أن ربه تبارك وتعالى مطلع عليه. وهذا هو مقام الإحسان الذي أخبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن مراقبة الله عز وجل هي من أقوى العلاجات التي من خلالها يقاوم الفتور الذي يصيب العبد في طاعته لربه تبارك وتعالى. وأما الشيء الثاني الذي به يدفع الفتور ويعالج به، فهو ذكر الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأيضا من الأشياء التي يدفع بها الفتور في الطاعة، وهذا الفتور الذي قد يصيب العبد بعد مرحلة من دخول رمضان عليه، عليه أن يتدبر آيات الذكر الحكيم. فالقرآن ورمضان متلازمان مترابطان لا ينفكان أبدا. والله تبارك وتعالى قد ذكر أن شهر رمضان عظم وكرم بسبب نزول القرآن فيه. قال ربنا تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا القرآن أنزله الله عز وجل لنتدبر آياته، فتدبر آيات الذكر الحكيم سبب عظيم من أسباب دفع الفتور الذي يصيب العباد في الطاعة لربهم تبارك وتعالى. والعشر الوسطى من شهر رمضان فيها حدث عظيم، فيها يوم مشهود من أيام الله تبارك وتعالى، سماه الله عز وجل يوم الفرقان، ألا وهو يوم بدر. فقد كان يوم بدر في يوم السابع عشر من شهر رمضان للسنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان هذا اليوم في العشر الوسطى من شهر رمضان. فينبغي أن يقسم الناس رمضان في أذهانهم وفي عباداتهم. هذا التقسيم تقسيم ينشط العبادة في قلوبهم ويجدد نيتهم مع ربهم تبارك وتعالى، وليعلموا أن المغفرة في رمضان كله، وأن الرحمة في رمضان كله، وأن العتق من النيران في رمضان كله،
نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وكل عام وأنتم بخير. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، بعد هذه الكلمة الطيبة هيا معا إلى دوحة الدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ إبراهيم راشد. حبيبي يا رسول الله، حبيبي شفيع حبيبي يا رسول الله، لأنت الرحمة المهدى، وأنت النعمة العظمى لمن مدت إليك فترشده وتساعده، فترشده وتساعده وترجو أن ينال منا. هو بلسم يصف الدواء إلى البشر، خير الخلائق، خير الخلائق عطره فينا انتشر. هو بلسم يصف الدواء إلى البشر، خير الخلائق عطره فينا انتشر. بجماله سيدنا النبي وكماله أحلى من الشمس البهيه.